السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على بالماضي، وين سوف يعقد ندوة صحفية يوم الاثنين، يعني وين يعقد يوم الاثنين بداية من الساعة 11 صباح الناخب الوطني جمال بالماضي ندوة صحفية بمركز التقني لسيدي موسى للحديث عن تشكيلته تحسبا لمواجهة جيبوتي وبوركينا فاسو ضمن تصفيات مونديال قطر 2022. وكشف بالماضي يوم أمس عن قائمة اللاعبين المعنيين بمعسكر إعدادي، والذي استدعى من خلاله 25 لاعب تحسبا لمباراة اثنين سبتمبر بملعب الشهيد مصطفى تشاكر والسابع من الشهر ذاته بمدينة مراكش المغربية. يعني شوف، أنا هذه الندوة الصحفية مع الناس صحافة أصلا، وين خطرة وين الصحافة الفرنسية قاعدوا يستهزئوا بالصحافة توانا، لا قاعدوا يستهزئوا، وين شافوا ندوة صحفية ما فيها خد جمال بالماضي جانا كيفاش يدير مع الندوة الصحفية في مع الصحافة الفرنسية، كيفاش الجواب تاعو يكون، كيفاش يكون مركز، كيفاش هنايا مكاش، هنايا يا جماعة لا مكاش الحق. ما حاليلو مي ما بغاش يدير حاليلو مي كان يهرب له ما يديرلهمش، ما في المغرب ما دير لهمش، ما كاش مع الناس صحافة يعني تاع رياضة بمعنى كلمة تاع هكا. واحد يقول له ما تروحش وتخلينا، واحد منا واحد هو كان هذيك الهضرة تاع ما تروحش وتخلينا تاع وزير السعادة وزير منا، هذه الهضرة هو ما يبغيهاش كاع، ما تدخلوش في راسو، هو يجي راه يخدم، هو يجي منا، هو عارف بلي العامل تاعو هو اللي راه مخليه، راه عارف بلي خدمتو هي اللي مخلي فارضاته هو العامل تاعو هو اللي راه فارضه، عندك صحافي باغي يدير الباس برك. ما عندناش صحافة يطرح لي وين راه الصحافي الجريء، صحافي اللي يكون راجل والله العظيم نتحدى انا كاع الصحافه هذاك، حتى من ذاك تاع برومي كلاس وهود حتى لديرني كلاس، نتحدى اي صحافي يطرح سؤال على جمال بالماضي، سؤال في مجال يعني التشكيله والقائمه، الا هما رجاله ما يطرحوش، ما يطرح لك سؤال باش يقول لك باللي يقول له كيفاش ما عيطش مثال صحافي نعرف بلي ما يهدروهاش هذه ما والو ما همش رجال، ترقدوا حدا مرتو ما تعرفوا لا هو امراه ولا مرتو امراه، ما تكذبش بيناتهم، ترقدهم ويعطوك بالظهر ما تكذبش شكون الراجل وشكون المراه. يسمحوا لي صحافه اللي يعرفوا القيمه تاعهم على مكان مرة اخرين وراهم عارفين شكون، لا ترقدوا يعطيك بالظهر ما تعرفوا لا راجل ولا امراه، نعرفوهم مليح. يعني نوجه نداء لهذا السؤال لهذا الصحافه، الى راكم رجال يعني غادي تشوفوا الفيديو، ونعرفكم باللي تشوفوا الفيديو، الراجل فيكم يطرح سؤال يقول له ما هو السبب اللي خليت عبيد وخليت ابراهيمي وجبت بلايلي وبنجاح وبن عمري، نقص المنافسة بداو الشامبيونات في رحبة والتدريبات في رحبة، أنا على بالي لما جابهمش يمكن يعني ما يدخلوش خطة تكتيكية، ينجموش يدخلوا في خطة تكتيكية، ينجموش يدخلوا خرج عليه ديفوار، رانا نشوفوا لعابة راهم يطيروا في الأندية تاعهم أوروبية، لكن وين جمال بالماضي يرتكز على التشكيلة المفضلة اللي عنده، ما ينجمش كونت بوركينا فاسو يدير ديلور ولا يدير بالرحمة، غادي يدير بحر يدير بلايلي ويدير بونجاح، ما ينجمش يعني تشوف بالك تشوف ديلور تشوف بالرحمة مع جيبوتي يمكن تشوفهم
يمكن تشوف طوبه ما يدير يا خاتش غادي يدير غادي يديرهم يوجدهم للبارتيه تاع بوركينا فاسو هذا خاطش عليه بالماضي وين دار التشكيله تاعو وخدم التشكيله تاعو اللي غادي تلعب اللي لعبت امام تونس هذيك هي التشكيله تاعها هذيك هي التشكيله ما قالك دارها عطال برك عطال لي تبليسه يعني من ناحيه اخرى هذيك هي التشكيله تاعه قالك بولايه ما كاش غادي كاين راهو كيسموه في بلاصه بالقبله غادي يلعب كيسموه تاعنا بن ناصر في غولي محرز بلايلي وبونجاح يعني هو دار التشكيله تاعه اللي يعرف الكرة القدم واللي يعرف كيفاش التحضيرات وكيفاش المدرب يخرج باللب تاع التشكيله راه دارها لكم اللي با يعرف التشكيله قدام لا تلعب يروح يشوف التشكيله تاع تونس كي يلعب وين ملعبنا كون تونس تشوف وبالماضي هم الواحد وهو الفوز وفقط يعني الفوز خاطش عليه الكاليفيكاسيون كوب دي موند ماشي قضيه تاع فنيات الفنيات والجوده واللعب الجميل والخطط تروح مترا الكوب دي موند فماك تشوف الجوده تاع اللاعبين والفنيات هذه باش يكون على بالكم وما دروك انا اصلا انا وعدنا نعاوز نربح المهم مي تكمل البارتي تروابو ما نحوس نفهم المهم نحوس نربح برك مباراة جميلة اللي لعبها المنتخب احسن مباراة تاعه من 2000 جبنا كوب دي موند وجبنا من بصح مير بارتي من ناحية تكتيكية يعني في كلش مباراة مكتملة وتشكيلة مكتملة كونت كولومبيا كيفاش ميترو تلعب كونت كيفاش تدور البولا بصح انت مع جيبوتي غادي يحوسوا يطيحوك في البياس تاعهم وما سطاف سطاف يلمولك لي كونترا طاك يلمولك من هنايا خاص نعرفوا بلي غادي جيبوتي غادي تجي غادي تتمركز في الدفاع وتحوس تلعب على لي كونترا طاك بصح هنايا عندنا صحافه تتكلم في امور لا تعني المدرب صحافة لا تعني المدرب صحافة تطرح أسئلة لا تعني المدرب على بالك ديفو علاه يتنرفى منه يقول حبس التليفون حبس أي سايك هي اسكت سايك سايك ما خاطش عليها ما يهدرولوش الحاجة اللي يبغيها في كرة القدم ما يهدروش على كرة القدم علاه ديكوتا منهم ديفو يروح ويخليهم هذا ما كان والو تعلموا يا صاحبي هرم لي فرنسي الصحافة الفرنسية خطرة داروا لكم قالوا يقصروا عليكم ما قالوا يضحكوا عليكم الصحافه الفرنسيه قاعد تضحك عليكم ما كانوا صحافه ولا تاع شهادو تاع مؤسسه لمؤسسه تاع النظافه هذو شنو هما هذو هذو على من راهم يهضروا شنو راهم يهضروا هذو كيما عندهم محرز ويهضروا هضره عوجه ترى عندك محرز يا سي محمد انت ما تحقرش روحك تراك صحافي ما تحقرش روحك ما تحقرش روحك مقابل مدرب بارمي لي بارمي ربع الوالا من احسن مدربي في المركز الرابع في الموند ترى تحقر روحك شنك مقابل قدامك ولا انت مقابلك محرز يقابلك بويغولي يقابلك ماندي انت انتوما كيف انتوما راكم حاقرين روحكم هضروا في اسئله طرحوا اسئله تخص كره القدم تخص المنتخب والمجموعه تاع المنتخب الوطني الجزائري ماشي تروح تقول له ما تروحش تخلينا يا غير يمشي ما تروحش تخلينا هذه هو راه مسني كونترا ويبقى غير يساهم فيكم راه مسني كونترا قال لكم انا مولكم دي موند نزيد نشوف الناس تقول عاودوها له ربي عاودوها خلي في قلبه يدلك كيماك خليه يعايرك في قلبه خليهم يعايركم في قلبه صحافة زيرو صحافة تاع اسفنج هذه اللي نقولها لكم على اللي نقولوا باليهودي اليوم
وين بالماضي محتاج ناس صحافة تفهم كورة. والله وجيتوا تتهموا كورة وجيتوا تطرحوا لي أسئلة، والله ما يقول لك حبس تليفون، والله ما يقول لك اسكت يا سايك سايك مكله، والله ما يروح ويخليكم. خاتش يعرفكم مين راكم جايين وكيفاش جيتوا، هذه هي.